نتفاجأ أحياناً في خيارات البعض وقد نراها غريبة، لكن ربما لسبب ما عايشوه أو لحياة نشأوا عليها أو قسوة أوجعتهم يوماً صاروا يفضلون البقاء في الظروف التي اعتادوا عليها. أثناء تواجدنا في السودان صادفنا رجلاً بسيط يجلس في الطرقات يقرأ قرآنه متجاهلاً كل ما حوله وكأنه في عالم آخر. السلام عليكم، كيف حالك يا عم؟ الله يعطيك العافية. شو أخبارك؟ الله يبارك فيك. جايبي لك فطور. فطور هذه كسرة. أنت شو اسمك؟ اسمه عبد الله. عبد الله. والنعم اسم جميل يا عبد الله. أشيل معك؟ لا 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 أنا نشيل براي ماشي. أنا ما عندي مرة، ما عندي بيت، زول تعبان يا. حاولنا أن نقدم له المساعدة، لحقناه لمدة 4 أيام محاولين إقناعه لكنه رفض. حاج عبد الله، السلام عليكم. جبت لك موية، جبت لك موية وعصير. أيوة. الله يبارك فيك. نام الحين؟ لا دايم نوم، بعدين نمشي ناس يقولون لنا يا فطير يا رب ربنا يا رب الله يعطيك إن شاء الله يفتح عليك. لا نعلم إن كان راضيا بالوضع الذي هو فيه أو إنه حقا خلق عالمه الخاص وانتقى من قرآنه صديقا ومؤنسا لا يفارقه فكان له الدنيا وما فيها. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم، أنا داير أمشي. أنا أخذ منك هذا الكتاب القرآن اللي أعطيتني إياه وداير أديك هدية. هذه الهدية أنا ما أعرف أنت وين تحبها. أيوة كتر خيرها. مش داير بيت تنام فيه؟ يا أخي البيت هذا مش بيت. بيت ما بتايوة. أنت موقع الخليج؟ من الإمارات. الإمارات، الإمارات المتحدة. أيوة تعرفها ما شاء الله. أيوة تعرف الإمارات؟ اللي جيت أبو ظبي. أبو ظبي ما شاء الله. يلا مع السلامة. ناس للناس يا عمي. الدنيا بخير. مع السلامة.